الاهلي، وايضا نجم اخر في وقت قليل جدا دغدغ الدنيا مع النادي الاهلي ودغدغ الدنيا مع منتخبنا الوطني. وكنا الحقيقه انا من زمان، من اول ما كان في اتحاد سكندري، راهنت عليه رغم ازماته اللي بيعدي بيها، رغم وفاه والده الله يرحمه، ولكن التزام شديد جدا. بكى النهارده، كان واقف بصوره والده، ولكن ربنا يرحمه، اكبر تكريم ليه ان هو يظل واقف بالتيشيرت بتاعته، واقف بصورته، واقف بسيرته ان شاء الله باذن الله. ولكن دموعه النهارده كانت حاضره في المباراه. مروان، البقاء لله والباقي في حياتك حبيبي. دوم لله يا كابتن، محدش يقولك في حاجه وحشه يا رب. ربنا يخليك ويعني يصبرك دايما، ودايما كده يعني يكون عزانا في والدك ان صب راجل كبير محترم يرعى الاسره كلها. وانا عارف ان يعني الوالد كمان ساب زوجه مش والدتك، وانت كنت على علاقه جيده جدا بيها. اه طبعا، الحمد لله. طبعا والدي كان من الناس المحترمه جدا، وكان محبوب جدا يعني، الحمد لله، كان قريب من ربنا جدا، فالحمد لله يعني. حتى موته كانت موته كويسه يعني، مات يعتبر بعد صلاه الفجر بخمس دقائق، يعتبر صلى الفجر واتكل على الله، الله يرحمه يعني. الله يعني ربنا يصبرك. انا عرفت ان انت عرفت الخبر وانت معسكر الاهلي ومشيت على طول. عرفت الساعه 6:30 الصبح، ومشيت على طول الصبح. حد من صحابي كلمني وبلغني بالخبر، الحمد لله يعني، الحمد لله. رجعت بعديها تاني يوم ولا اخدت كذا يوم؟ لا، قعدت حوالي 3 ايام، وعشان العزاء عندنا في البلد 3 ايام، وبعد كده رجعت بقى النادي. بصراحة الله يكون في عونك، يعني انا شايفك النهاردة في الملعب، ربنا يا رب يديك الصحة، ويعني بس متعودين دايما منك على كده بصراحة. الحمد لله يا كابتن، انت عارف والله العظيم يعني، الواحد كان نفسه يفرح مع زمايله ومع فريقه ومع الجمهور ومع الدنيا دي، بس الحمد لله يعني، الحمد لله، ربك ما بيجيبش حاجة وحشة يعني، والحمد لله. وأكيد يعني هو مبسوط دلوقتي في تربته يعني، ومبسوط باللي أنا وصلت له، فأكيد دي يعني دي حاجة كويسة يعني، أنا أبقى راضي عنها يعني، الحمد لله يعني. أنا شايف إن أنت يعني في عينيك قاعد حزن كبير، وكنت يعني دموع وأنت قاعد والناس بتحتفل، ولكن إحساسي الشخصي زي ما تكون كنت مستنيه معاك. والله يا كابتن، أنا متفق معاه قبليها بخمس أيام إن اليوم ده هيبقى معايا، وحضرنا هنعمل إيه وهنخلي إيه وهنسوي إيه. فالموقف صعب لما تلاقي مثلا ده موجود وده موجود، وقال ده موجود، وأنت كنت بتتكلم معاه وقايل له إن أنا هبقى موجود، ويقول لك أنا هجي لك وهنعمل وهنخلي، ومرة واحدة تلاقيه أصلا مش موجود في الدنيا يعني، فبتبقى حاجة صعبة يعني، حاجة صعبة جدا. وبالذات أنت عارف يا كابتن، وقلت لحضرتك قبل كده إن والدي كان قريب مني، كان أب وأم ليا يعني، مش أب. أنا عارف كابتن الخطيب قال لك إيه؟ أنا شايف كابتن الخطيب يعني في حضن جديد معاك واتكلم معاك. قال لي طبعا، قال لي شد حيلك وإحنا في ظهرك وإحنا معاك يعني، فعزاني يعني، وكلمني يوم العزا، كلمني طبعا. وكابتن سيد عبد الحفيظ جه، واللعيبه برضو، لعيبه كتير، اللعيبه برضو كلمتني كتير، وفي لعيبه كانت عايزه تيجي بس لهم التمرين. فالحمد لله يعني، الحمد لله، الحاج يعني الله يرحمه يعني، الحمد لله. ربنا يا رب يرحمه ويخليك للاسره كلها، لاخواتك ولزوجة والدك الله يرحمه، وان شاء الله باذن الله يبقوا في عينيك كده وتتكسر الدنيا وتاخدهم معاك في حته تانية كلهم. امين يا رب يا كابتن. هو كان بيتمنى ان انا على طول ابقى شغلي ناجح، وعلى طول ابقى اعلى واعلى، فان شاء الله يعني ده هيبقى دافع ليا ان شاء الله في شغلي وفي حياتي. بس انت عارف برضه، الواحد يعني الموقف صعب طبعا، ويا رب ما يكتبه على اي حد يا رب، ولا اي حد يشوفه يعني، الحمد طبعا لله. انت يعني هو اختبار من ربنا، ولكن انت من الناس اللي ربنا يعني زق معاك جامد الفتره اللي فاتت، فان شاء الله باذن الله الاحزان يعني ربنا يصبرك وتعدي وترجع ان شاء الله تاني تتغلب على المشوار اللي جاي ان شاء الله يا كابتن. هو كان حابب كده، وكان بيحب كده، وكان بيحب على طول شايفني ناجح، فان شاء الله يعني ده بقى تحدي جديد ان شاء الله يعني اخوضه باذن الله. ورب كده يا رب يرحمه ويجعله من اهل الجنه يا رب، ويغفر له وينور له قبره يا رب العالمين يا رب ان شاء الله يعني. وبقول للناس من خلالك كابتن، ان هي تدعي له بالرحمه وتدعي له الفاتحه ويدعي له بالرحمه كده ان شاء الله يعني. ربنا يرحمه يا رب ان شاء الله، ويعني يخليك لاخواتك يا رب. اتمنى لك كل التوفيق يا مروان ان شاء الله، اشوفك على خير يا حبيبي ان شاء الله. أمين يا رب. بشكرك شكرا جزيلا مروان عطيه.
نجم النادي الأهلي ونجم منتخبنا الوطني.